بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 أغلقت إيران المنفذ الرئيسي للصادرات النفطية العراقية، ثم أغلقت سوريا بدورها عام 1982 أنبوب تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط كونها كانت حليفة إيران في تلك الحرب. وكحل بديل اتفقت الحكومة العراقية في زمن صدام عام 83 مع الحكومة الأردنية على مد أنبوب لنقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة، ثم توقف المشروع وعاد إلى الواجهة في عهد حكومة نوري المالكي، ثم عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، وتم مناقشة المشروع مع مصر لتصدير النفط عبرها أيضا. مؤخرا تحدث برلمانيون عن تخصيص مبالغ مالية في موازنة 2024 للبدء في تنفيذ هذا المشروع، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد عن جدواه الاقتصادية وعن أهدافه، خصوصا مع حديث البعض عن تكلفته لمليارات الدولارات ودخول أطراف دينية وسياسية على الخط، ووصفوه بأنبوب التطبيع مع إسرائيل. دعونا نشرح الجدل الحاصل على هذه الخريطة. بحسب المنتقدين فإن المشروع يبدأ في مرحلته الأولى من محافظة البصرة طبعا في الجنوب، والتي تنتج أكثر من 70% من بترول العراق، إلى مدينة حديثة بطول 750 كيلومترا تقريبا، ومن هناك سيتم مد أنبوب آخر إلى العقبة في المرحلة الثانية وربما حتى الثالثة. لكن الحكومة تقول إن المشروع يصل إلى حديثة فقط، ومن هناك يمكن أن يربط مع أنبوب تصدير النفط في ميناء جيهان التركي عبر تركيا طبعا. وتعتبر الحكومة أن هذا المشروع يمثل العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية، وسيمنح العراق منافذ تصدير جديدة، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، فضلا عن كونه مشروعا مكملا لمشروع طريق التنمية. وتضيف الحكومة أنه في المستقبل يمكن ربط هذا الأنبوب مع ميناء طرطوس السورية على البحر المتوسط عن طريق أنبوب ينشأ لهذه الغاية، وأيضا يمكن ربطه أيضا في المستقبل بميناء العقبة في الأردن من خلال أنبوب خاص بحسب الحكومة العراقية طبعا. إن تحقق ذلك في المستقبل فسيكون هذا أطول أنبوب البصرة العقبة نحو 1700 كيلومتر. أحد المنتقدين للمشروع هو النائب عن البصرة وهو علاء الحيدري، هذا ما يقوله النائب علاء. هذا مشروع حقيقي جدلي وليس فيه جدوى اقتصادية. بعد 25 سنة ضمن بنود هذا العقد يصادر هذا الأنبوب، بالتالي هذا عقد ليس بعقد صحيح. نستغرب على إجراءات وزارة النفط والمضي بهذا العقد، هذا عقد يعتبر عقد إذعان. نحن كممثلين في محافظة البصرة، نفط البصرة إلى البصريين وإلى كل العراقيين، لكن بالمقابل نفط البصرة ليس إلى الأردن. مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصبيدة يتحدث عن رأي الحكومة في المشروع والجدل الحاصل. احنا من الأخير ده نحكي على مشروع افتراضي. أولا لا يوجد الآن شيء في أجندة حكومة السيد محمد الشياع السوداني على أرض الواقع اسمه حديثة عقبة أو بصرة عقبة. نحن أو الحكومة وضعت موازنة وبرنامج لتنفيذ موضوع أو خط بصرة حديثة. إحنا فيما يتعلق ببصرة عقبة ندرس الموديلات وندرس الآراء، لكن اللي سويناه الآن مو بصرة عقبة، ما عندنا بصرة عقبة لا باكر ولا في ميزانية 25 ولا 26. كان الجدل حاميا وكبيرا على وسائل التواصل أيضا. هذه عينة من التعليقات. منار العبيدي يقول اللي خايف على فلوس العراق ويقول فلوس العراق حتنباق، أنس حيروح يفتش على السلف وخلي يضغط على الحصول على يضغط للحصول على الحسابات الختامية وكشف مبالغ السلف وين انصرفت وشلون حترجع للدولة، يمكن هيجي أفضل. أما هنا يكتب حامد الدعمي،
أنبوب البصرة عقبة ليس فيها أي جدوى اقتصادية للعراق، العراق هو الخاسر الوحيد في أنبوب التطبيع. أما ماجد الغريب، الوجه الآخر لمحمد الشياع السوداني تشريع مد أنبوب من البصرة إلى ميناء العقبة، الأردن يساعد الكيان الإسرائيلي اقتصاديا ونفطيا تطبيع بصورة غير مباشرة. أما نبيل الحكيم، هل الغرض من مشروع أنبوب البصرة العقبة سياسي أم اقتصادي؟ إذا كانت هناك دراسة جدوى اقتصادية من جهة أو مؤسسة فنية رصينة ومستقلة تؤكد الفائدة الاقتصادية التي سيجنيها العراق من مد هذا الأنبوب، فذلك سيساعد الحكومة من كسب الرأي العام وإخراج جميع الأصوات التي تحاول تسييس هذا الموضوع.